الجامعة المركزية الخاصة تكونت بدايتها بمعاهد تكوين مهني من بداية من عام 1993، وتواصل هالامتداد هذايا إلى الوقت الحاضر عبر مراحل عديدة. المرحلة الأهم هي بعث مؤسسة الجامعة المركزية في التعليم العالي اللي كانت سنة 1999، واللي وقع تقنينها وحصولها على ترخيص بعد صدور قانون 2000 لمنظمة التعليم العالي الخاص في تونس. حصلت على ترخيص متاحها سنة 2001 ضمن المجموعة الأولى، ومن ثم طورت الجامعة المركزية من مؤسسة واحدة إلى 4 مدارس التعليم العالي، 2 مدارس التكوين المهني، وبعض مراكز التكوين الأخرى اللي هي تعاضد مجهودات المؤسسة ككل. Alors l'événement, bon, c'est un événement aujourd'hui classique, c'est devenu une fête répétitive, كل عام قاعدة تتعاود, c'est la cérémonie de remise des diplômes. La seule différence, اللي احنا فرحانين بها برشا برشا في تونس وبرشا بلدان تنحكيو على نوريس, اللي فرحانين بها وانا قاعدة تكبر من عام لعام. دونك تنقلنا من السيتي دي سيونس لي زيسباس ديت دابور في لي زونفي نتاع لي زونيفرسيتي, خاطر كانوا 200 و300 قاعدين نكبروا من عام لعام. سيتي دي سيونس اليوم ثم كان لا سال ملتي سبور نتاع اومني سبور نتاع رادس, اي اون اي فيير كو ولينا نجمو نعملو ان سيريموني دو ميز دي ديبلوم في اسباس كبير كيما هكا. بعد مجهود بسنتين تحصلنا على المواصفة ايزو 9001 فيرسيون 2015, وهو اول مؤسسة جامعية خاصة تحصلت على المواصفة هذه. اليوم هي حفل توزيع لي ديبلوم على لي ستوديون اللي تخرجوا سنه من لونيفرسيتي سنترال. دونك حفله كبيره باش نجتمعوا باللي ستوديون نتاعنا ونشاركوهم في فرحتهم مع عائلتهم. قداش من ستوديون اليوم؟ تقريبا 1900 طالب تحصلوا على ديبلوم نتاعهم مختلف الاختصاصات. احنا عندنا الهندسه, عندنا الباراميديكال, عندنا الاوديوفيزيوال ما يدينكم, عندنا جورناليزم, عندنا لي لونغ, عندنا دروا اي جيستيون, اختصاصات متعدده. بطبيعة الحال ديما عندنا طلبه متميزين اليوم باش تتعرفوا عليهم, ما نجموش ندخلوا عليهم توا في البرنامج. دونك كل مدير نتاع يونيفرسيتي باش يكرم لي لوريا نتاع اليونيفرسيتي.